فقدت فرق الإغاثة امرأة تركية تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مراش بعد مضي 11 يوما على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا. وأفادت وكالة الأناضول بأن فرق الإنقاذ انتشلت المرأة البالغة من العمر 42 عاما من تحت مبنى سكني منهار، ثم سلمتها إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.